تجربة قط أحمر. أي. شلون توصفينها التجربة؟ والله كانت تجربة كلش حلوة صراحة، يعني من الأعمال اللي أنا أبد ما أندم إنه أنا شاركت بيها. أستاذ أحمد وحيد شخص جدا محترم بروفيشنال. الشركة اللي أنا كنت وياهم، طبعا أنا خصيصا أكون وياهم صراحة بأكثر من عمل، لأنه ناس جدا بروفيشنال يعرفون شلون يطلعون الصورة على الشاشة، يعرفون شلون يشتغلون. فكانت تجربة كلش حلوة، يعني حتى ويا طاقم العمل كلياتهم. أنا من النوع اللي إذا ما أرتاح بمكان ما أكمل أو أنسحب يعني، فكنت جدا مرتاحة، وكانت بالعكس الكواليس كلها ضحك ومزح. أنا قليل ما أكون بهاي الشخصية يعني، إلا من أكون مرتاحة. ناس ترتاحي لهم نفسيا. غير هيك ما أظل قاعدة.